بوست نزل على السوشيال ميديا لمهندس مصري عادي، يعني مش من المشاهير ولا بيشتغل في وزارة مرموقة ولا حاجة. مهندس اتكلم على تجربة تخصه هو وولاده ومراته، اتكلم على انه ازاي هو ومراته اتفقوا انه عشان ولادهم يبقى عندهم ادراك لحاجات كتيرة في الدنيا، حاجات كتيرة لها علاقة بالفلوس وبالمصاريف وبالاحتياج وبالاولويات، انه ولادهم الاثنين يوسف وجمانة هما اللي يمسكوا البادجت او ميزانية البيت، بجد مش بهزار، يعني كل واحد فيهم يمسكوا لمدة اسبوع ويشوف هيعمل ايه بالفلوس دي. الحقيقة ان البوست ده بعد ما نزل في الاف او عشرات الالاف من الناس تداولت البوست ده، سواء بتشيروا مع بعض او حتى بتدي لايكس، واضح ان في ناس كتيرة جدا مش بس عجبتهم طريقة الطرح اللي قالها الباشمهندس شريف، انما كمان فكرت انه ولادنا كتير احيانا ما بيبقاش عندهم ادراك لاولويات الصرف. خلينا نستضيف المهندس صاحب البوست اللي انتشر جدا واللي اكيد فيه رساله مهمه جدا بيطرحها. خلينا نشوف الاول الاسره دي اللي هي اسره يعني مش من المشاهير، بس بعد البوست ده ناس كتيره بتبص له. نغير شويه في مصروف البيت الاسبوع ده، عايزين نجيب حاجه زياده. زي ايه؟ عايزين نبدل يوم من الايام نجيب فيه سمك، ايه رايك؟ مش لازم. ليه مش لازم؟ عشان السمك غالي. احنا اسبوع هيبقى معاكم المصروف، كل واحد فيكم بالتبادل مره، كل واحد اسبوع مش هتاخدوا الفلوس، الفلوس هتبدا مع بابا وماما عادي، انت هتختاري بس الحاجات اللي هتجيبيها. اللي هيعمل كويس يوفر والكل يبقى مبسوط هياخد اسبوع اكسترا. يعني يوسف هيمسك مصروف البيت. احنا كده كلنا هنصوم. طب يا سنت هتجيب لنا سويتس؟ لا. طب لحمه؟ لا. كيوي؟ لا. يوسف مش كل ما نقولك على حاجه تقول لا، لان مش المفروض او مش هدفك ان انت طول الاسبوع ما تصرفش حاجه، صح ولا ايه؟ مش هصرف حاجه، يبقى هجيب لكم طوب الارض واحط عليه شويه ملح واقول لكم مين عايز ياكل. هتلف الدور وهي عليا ومش هجيب لك اي حاجه، مش هجيب لك اي حاجه انت عايزها. انا اللي بجيب الحاجات، فمش مشكله. اسبوعك هيخلص. مش هيخلص. هيخلص وهترجع لي تاني. ده قرارك في الاخر عشان ده الاسبوع بتاعك وانت ليك حريه الاختيار، اختار اللي انت عايزه، واحنا في الاخر هنجيب كل اللي انت عايزه. انا بقول الكيوي غالي، يعني تمانية، يعني غالي قوي يعني. طب نجيب موز. موز احنا عندنا احنا ما عندناش موز. فكره حلوه. الغدا تعالى نجيب لحمه. لا فراخ. بس اللحمه طعمها تحفه. احنا مش بنعملها بالطعم، بنعملها بالفلوس. انا اللي خايف عليه يوسف. هو يوسف يتخاف عليه بصراحه. هو الموضوع كبير معاه يعني، محتاجين نقعد نتكلم معاه اكتر في القصه. هو لازم يتظبط موضوع التوفير معاه زياده شويه.